اهلا بيك كابتن. عشان وقتنا كابتن ايمن، خلينا نتكلم دايما البدايات التحكيميه في افريقيا. النهارده كان عندنا اختبار صعب جدا جدا للتحكيم الافريقي. للاسف الشديد كنا نتمنى ان الحكم النهارده يؤدي كابتن شريف عشان ندي دفعه قويه للتحكيم الافريقي، ولكن للاسف الشديد هنتكلم على الحكم في ايجابيات ولكن سلبيات قرارات ظالمه دخلت في نتيجه المباراه. البعض يسال عصبيه الحكم، عصبيه اللعيبه. هو النهارده كابتن، لو انا النهارده كلاعب، هو مين اللي خلاني انا كابتن بلال اتعصب؟ لو انت لاحظت في اول 3 4 دقائق حكم هو اللي متعصب. الحكم هو اللي يعني تحس ان هو التعبيرات وشه قلقان متوتر. يعني عايز اقول ان التوتر الحكم كابتن هاني وعصبيه الحكم هي انعكست على اللاعبين داخل ميدان اللعب. الشخصيه التحكيميه النهارده مش موجوده، وقلنا لما الحكم يكون عنده شخصيه تحكيميه يبقى عنده ثقه في قراراته. انا الشخصيه مش بالتعبيرات اللي هي اللي فيها يعني كابتن اسامه فيها ان انا احس اللاعب ان هو لازم تخاف مني. لا، الشخصيه النهارده ما كانتش موجوده. حكم النهارده كابتن هاني حكم صغير. هذه المباراه كنت اتمنى ان يكون في حكم عنده خبرات كبيره يقدر ان هو يدير المباراه. زي ما قلت عنده قرارات ايجابيه، ولكن عندنا قرارات تدخل فيها التحكيم والفار ادت الى هذه النتيجه. النادي الاهلي النهارده ظلم، كابتن لعيبه النادي الاهلي ظلمت.